تم توقيع مذكرة تفاهم قبل سنتين مع شركة غاز البصرة لتنفيذ بنود هذه المذكرة التي كانت تدريب متبادل بين الطلبة والموظفين لشركة. كما فتحت شركة غاز البصرة أبوابها لتدريب طلبتنا في المرحلة الثالثة للتدريب الصيفي، وكذلك تم تعيين 32 طالب من الخريجين للعام الماضي وهذا العام في شركة. اليوم مبادرة جديدة من شركة الغاز السنة الثانية على التوالي هي تكريم الطلبة الأوائل، ولتحفيز كل الطلبة على أن ينجزوا ما عليهم من دراسة حتى يكونوا ضمن الربع الأول ليحصلوا على فرصة عمل في هذه الشركة. أعمالنا طبعا في لها أهداف تطويرية أكثر وتوسيعية. خلال الخمس أعوام القادمة هناك تقريبا قدر ما يعادل 3 مليار دولار تم رصدها من عاجل عمليات الاستثمار لتوسيع الطاقة الإنتاجية بشركة غاز البصرة بما يعادل 50%. ومن أجل القيام بهذا العمل نحتاج طبعا كفاءات وقدرات الأفضل الموجودة والمتوفرة، ونحن اليوم موجودين في جامعة البصرة لتكريم الطلاب من السنة الأولى والثانية من بعض الاختصاصات، والتكريم هذا يشجع إن شاء الله الطلاب على المنافسة حتى يكونوا دائما من الطلاب الأوائل. نحن قمنا بتوظيف ما يقارب 32 طالب وطالبة السنة الماضية و30 طالب وطالبة من هذه السنة الحالية من الأوائل من الجامعة. مبادرة حلوة تشجيعية وتحفيزية بين الطلبة لتشجيع روح المنافسة، وطبعا نحن نحث باقي الشركات انه تكون سباقه ايضا مثل شركه غاز البصره في تكريم الطلبه الاوائل حتى تثير موضوع المنافسه بين الطلبه. وطبعا نحمد الله ونشكره على هذه الى ما وصلنا لهذا اليوم. هذا التكريم يهدف الى تحفيز وتشجيع الطلبه للاستمرار بتفوقهم، تكون لهم فرصه ايضا للتدريب الصيفي للمرحله الثالثه مع بالشركه، وايضا نتمنى ان شاء الله ان نشوف المتخرجين من المرحله الرابعه يقدمون على الشركة لتكون لهم فرصة للتعاقد من خلال التنافس على البوزيشنات اللي حتكون متاحة لهم لاحقا إن شاء الله. نشكر شركة غاز البصرة على هذه المبادرة الجميلة والفعالية التي تسعى لتحفيز الطلاب وتحفزهم على بذل الأفضل دائما، وإن شاء الله نسأل الله أنه بالسنين الجاية تكون الفعالية أكبر وأوسع.